تتخذ الدولة المصرية إجراءات عديدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين على المستوى الإنساني أو السياسي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة. يظهر الإصرار المصري والدور الذي تقوم به الدولة في دعم الفلسطينيين وذلك بتنفيذ عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة. لا للعدوان، لا للتهجير، لا لتصفيه القضيه الفلسطينيه. مواقف ثابته وراسخه لا يغيرها المكان ولا الزمان، تتبناها مصر وتؤكدها دوما على مر التاريخ، كان اخرها ابان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه منذ بدايته في السابع من اكتوبر الماضي، فالقاهره لم تالو جهدا لمساعده الفلسطينيين سواء على المستوى الانساني او السياسي، حيث تجسدت هذه المرحله في الاتصالات المكثفه. العاجله التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تصاعد وتيره الحرب مع الاطراف كافه سواء الاقليميه العربيه او الدوليه وهو ما مهد ليكون الدور المصري رئيسيا في محاولات البحث عن صيغ فعاله لوقف اطلاق النار وقد اسفرت الجهود المصريه والقطريه المشتركه الى التوصل لهدنه انسانيه مؤقته على مدار نحو اسبوع في نوفمبر الماضي تم بموجبها ايقاف العمليات القتاليه بشكل كامل في جميع أجزاء قطاع غزة يأتي ذلك بعدما طرحت القاهرة الخطة الأكثر واقعية لإيجاد نقطة ارتكاز واضحة يمكن من خلالها التحرك قدما وبشكل إيجابي للحل نهائيا للمعضلات التي تكتنف القضية الفلسطينية ذلك من خلال خارطة الطريق التي طرحتها مصر خلال قمة القاهرة للسلام ذلك في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي الخارطة تضمنت ضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدة الإنسانية لأهل غزة والتفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار فضلا عن الانخراط العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية للاطلاع بمهامها بشكل كامل وقد احتضنت مصر العديد من جولات المفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بمشاركة كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية واستقبلت القاهرة خلال الأشهر الستة الماضية العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية وممثل المنظمات الدولية والإقليمية للنقاش حول السبل الكفيلة بالتهدئة المؤقتة والتي تقود إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة وتنفيذ أيضا التهدئة في الضفة الغربية جهود حثيثه تمضي تحت مظله لجمله من الثوابت المصريه وعلى راسها رفض اي عمليات عسكريه اسرائيليه في قطاع غزه ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج الاسرائيليه ورفض مساع لتصفيه القضيه الفلسطينيه على حساب مصر او اي دوله اخرى حيث اكدت مصر مرارا وتكرارا ان تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطا احمر مشدده على ان التصعيد يضر بالامن الاقليمي للمنطقه ككل وليس فقط بالداخل الفلسطيني